رغدة قولي لنا بقى لغه الجسد. ايوه حضرتك. طب حضرتك انا وانا قاعده كده ولا انا قاعده كده احسن وانا بتكلم مع حضرتك او في ميتنج زي ده قاعدين؟ الوضع ده وضع ايه؟ لا ده وضع اللي هو ايه يعني، هو وضع يعني شخصيه كتومه شويه ومنغلقه شويه. ايوه ممكن نتيجه التيار اللي جاي منه او ان هو غير التربيه العاديه على فكره، عشان انا بس مش في حد شايل مني ولا حاجه. دي يعني انا بكلم حد، انا لما بعمل كده انا قافله على نفسي في حاجه اسمها طاقه في الجسم. انا قافله الطاقه دي وانا عامله كده. في فرق وانا قاعده بتكلم كده وبتكلم، انا بتكلم كم عريض ببص على الناس كلها، مش قاعده منغلقه جوه نفسي وببلغ رساله. لما انا اجي اقرا لحضرتك انا في الموضوع كذا 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 وانا بصه لنفسي وبكلم نفسي، ولا لما اجي اتكلم وببص لحضرتك وببص للدكتور وببص لحضرتك، بتفرق قوي ان انا ابقى شخصيه منفتحه على الناس. طب ما هو بقى عمرو موسى كان منفتح. طب والرجلين؟ منفتح عمرو موسى والرجلين من فوق منفتح والرجلين منفتح. شفتي بقى؟ لا هو ده بيتوقف على هو عايز يخاطب مين وعايز يقول ايه، لان هو ده احنا 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 عندنا هنا يعني في الفتره القادمه الناس هتهتم اكتر بما يقوله المرشح اكتر من اي شيء اخر، لانه دي بدايه وعي. طب كيف يقول المرشح؟ مرحله بيتشكل فيها وعي جديد عند الناس. هتلاقي الناس مهتمين قوي باللي بيقول، يعني المتعاطف مع ابن نعمه والفتوح اتكلم وهو واقف، اتكلم وهو نايم، نام وهو بيتكلم، فهو هو معاه. في شريحه من الراي العام النهارده بتبص على كل المرشحين، بس كل واحد عنده في ذهنه شيء معين. احنا الكلام بتقوله الاستاذه ده احنا هنوصل له لما التقاليد الديمقراطيه تترسخ قوي ويبقى عندنا حاله من الاسترخاء شويه في الاختيار، وان الناس يعني ايه هيبقى الفروق بين المرشحين بالنسبه لهم مش هتبقى كبيره. دلوقتي لا، دلوقتي في تدقيق شديد جدا في المضمون، لانه الناس طالعه بس مجموعة. ما ممكن كلهم يقولوا هنعمل بس كيف يقولون؟ في المضمون. نرجع بقى بالمضمون استاذ ناصر وبعد كده الدكتور عماد فيما يتعلق ب انتماءات فصل الانتماءات عن شخصيه الرئيس. يعني انا بتصور انه ده من اهم الامور اللي لازم نفكر فيها في المرحله اللي جايه، هي ازاي نخلي رئيس الجمهورية يحدث ما يمكن تسميته بالانفصال عن انتمائه السياسي. وانا بتصور ان دي من اخطر المهام، حتى نضمن ان ما فيش حد يجي نتيجة انتمائه لتيار معين او لحزب معين ياخد الدولة ويوديها في داهية. يعني ياخد الدولة ويلبسها في الحيط يعني. واتصور هنا بتيجي قضية فكرة الدستور. الدستور اللي هو يجب ان يضع قيم ومبادئ عليا يلتزم بها رئيس الجمهورية بصرف النظر هو جاي منين. يعني لو جاي من أي تيار سياسي أو فكري على أنه يلتزم بهذه القيم الدستورية والقانون إذا استطعنا أن احنا بالفعل نحط الدستور جيد حاكم بدرجة كبيرة جدا وضع مجموعة من المبادئ التي يتوافق عليها المجتمع أو التي تعبر عن توافق المجتمع الحقيقي، أتصور أن احنا طبعاً مش هيفرق معنا بقى هو جاي منين، يعني جاي من أي مدرسة فكرية. وده بقى متاح دلوقتي وبالضبط، وده اللي مهم. أتصور أنه مبقاش عندنا مخاوف من أنه هو جاي منين، المهم بالنسبه لنا ان هو يلتزم بالقانون والدستور، ولو ما التزمش تاني بكررها عرفنا طريقنا ازاي نمشي. لانه هو في 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 منهجين عشان برضو الناس يبقوا معانا. في اللي احنا بنتكلم عليه ده انه الرئيس بعد ما ينتخب عشان نقول ايه اللي موجود في العالم، انه ينفصل عن انتمائه، وفي انه يبقى على انتمائه بس يبقى في توازن. يعني احنا عندنا مثلا في فرنسا الرئيس ممكن يبقى في رئيس منتمي الى حزب ورئيس الحكومه من حزب اخر، يعني ده جائز وحدث عده مرات، فلانه ده بيجي بانتخابات وده بيجي من خلال البرلمان، انتخابات مباشره وده بيجي من خلال البرلمان، فده بيعمل توازن. فحتى اذا بقي على انتمائه الحزبي فهو ليس صاحب السلطه الوحيد، في رئيس حكومه وفي برلمان فيه اغلبيه ممكن تبقى مختلفه عن اغلبيه الرئيس، وده اللي بيحصل في الولايات المتحده كمان. بس الولايات المتحده التنظيم الحزبي فيها يعني سائل قوي، لوز يعني، ما هوش يعني ما فيهوش انتماء زي الموجود في اوروبا. بس ما يقدرش الرئيس يعمل اي قرار ولا ياخد ويمضي اي معاهده ولا يعمل اي حاجه من غير ما ياخد موافقه، وعمليه معقده جدا.